مشاركه التكنولوجيا بين بلدينا وسيسرع المزيد من الاندماج للعلوم الخاصه بالدفاع والصناعه وسلاسل التوريد المبادره الاولى اوكس هي طموح المشترك لتوفير القدره على تطوير الغواصات النوويه لاستراليا نحن نعمل جهود ثلاثيه للتعرف على افضل سبيل لتوفير هذه القدرات لهم واود ان اركز على انه لا يوجد انقسام اقليمي يفصل بين مصالحنا في شركائنا في المحيط الهادئ والاطلسي هذه الشراكه مع استراليا والمملكه المتحده هي على ما تظهر بنا مستعدون للعمل مع شركائنا وحلفائنا من ضمنهم في اوروبا لضمان حرية الملاحة في المحيطين الهندي والهادئ ونتطلع للاستمرار بالتعاون مع حلف شمال الاطلسي والاتحاد الاوروبي واخرين في هذه المساعي فرنسا بالتحديد هي شريك حيوي في هذه المسألة والعديد من المسائل الاخرى وتعود علاقتنا لعدة أجيال ونريد أن نتهز كل فرصة لتعلي تعميق علاقاتنا عبر الهاد وفي كافه ارجاء العالم نقاشاتنا اليوم تعبر عن تحالف بين استراليا والولايات المتحده كيف يمتد ابعد بكثير من علاقاتنا العسكريه على رغم من اهميتها علاقاتنا الاقتصاديه قويه جدا الولايات المتحده فخور لان تكون اكبر مستثمر في استراليا واكثر وجهه لاستثمارات استراليا الخارجيه انهم ترابطون بين الشعوب لعده اجيال وهذه هذه العلاقات كلها تزدهر اليوم حوالي خمسة آلاف طالب أسترالي جاء إلى أمريكا في 2019 و أكثر من اثني عشر ألف أمريكي درس في أستراليا وتعرفوا بأنفسهم على جمالية أستراليا و متعدد الأطياف ووديتهم وإلى جانب كل هذه العلاقات فإن شراكاتنا تعبر عن الازدهار في منطقة المحيط الهندي والهادي نحن نشارك مبدئي الديمقراطية وحكم القانون ونقف في وجه ال الحوكمه وحتى المعلومات المضلله المدعومه من قبل الدول، نحن نعمل معا لمساعده جيراننا في المحيط الهندي والهادئ ولمواجهه التحديات العالميه الطارئه. على سبيل المثال نحن نعمل معا بشكل ثنائي وعبر الاكواد ومنتديات اخرى لوقف جائحه كوفيد 19 اليوم ناقشنا الحاجه الماسه للاستجابه لازمه المناخ وتحقيق التقدم بتقليل انبعاثات كربون نهايه هذا العقد بلدينا معا يدافعان عن النظام الدولي <applause> القائم على القانون <applause> الذي يجعل مشاركتي النجاح بين العالم أكثر سهولة وكذلك استجابة قوية في وجه فرنسا عندما طالب أستراليا بالتحقيق في حادثة كوفيد 19 وبكين شهدت خلال الأشهر الماضية بأن أستراليا لن تتراجع في وجه تهديدات الانتقام الاقتصادي والضغوطات فكل هذه لن تنجح معهم وكرر ما قلته من قبل الولايات المتحدة لن تترك أستراليا لوحدها ولن تتخلى عنها في وجه هذه الضغوطات تحدثنا علنا وسرنا عن مخاوفنا من استخدام بكين للضغط القسري الاقتصادي واستهدافهم لحلفائنا سيؤثر على علاقاتنا نحن مع الحكومه ال صينية نحن ندعم القيم التي تدافع عنها استراليا ونساعد في صياغه منطقه قويه في المحيط الهندي والهادئ لتعزيز الاستقرار وتطبيق القانون الدولي من ضمنها حريه البحار والسماح للتجاره واحترام سياده كافه الدول السنوات السبع الماضيه برهنت على ان هذا التحالف لا يمكن هزه، نحن ممتنون جدا لصداقتنا مع استراليا ومتحمسون للعمل معهم عن كثب للسنوات السبعه القادمه وحتى ابعد من ذلك لضمان مستقبل زاهر لأستراليا ولشعب أمريكا ولكافة دول المنطقة فشكرا جزيلا لكم مع رئيس الوزراء وزير الدفاع للسفر هنا إلى واشنطن ونتطلع للسفر إلى أستراليا في إسرع وقت ولترحيب رئيس الوزراء مورسون هنا في الأسبوع القادم عندما يلتقي رئيس بايدن وقادة اليابان والهند لحوار الرباعي الأمني لك الكلمة شكرا جزيلا للوزير بلنكن وللوزير بلنكن والوزير آستن شكرا لكم على استضافتي تشاورات اوزمن الحادي وثلاثين كما اشكر الكثير من المسؤولين الذين عملوا خلف الكواليس منذ فتره للاستعداد لاجتماع بهذا الحجم يسرنا ان نكون هنا في واشنطن مع اصدقائنا وزملائنا من اجل الانخراط في محادثات اوزمن و ونطلع لكافه النقاشات بالمسؤولين قبل اسبوعين مبيعات دار الأوبرا في سيدني برقت بكل النجوم وألوان العالم الأمريكي تشير إلى سبعين سنة منذ توقيع معاهدة أنزس ولطوال تلك السبعين عاما فنتحالفنا ساعد في حماية شعبينا وتعزيز أمن منطقتنا أنزس إلى جانب التحالفات الأخرى التي عقدت الولايات المتحدة في محطة الهندي والهاد والعديد من الشركات التي تجمع بين أمتين كانت حجر أساس الاستقرار ومكنت سبعة عقود من السلام والنمو الاقتصادي وبينما نواجه فترة طويلة من التنافس الاستراتيجي في منطقة الهندي والهاد نحن نوسع هذه الشبكة الآن الاتفاقية الأمنية الثلاثية هي مثال واضح وجلي عن <applause> ذلك. أستراليا والولايات المتحدة تستمر بالتعرف على السبل الجديدة للعمل معا في منطقتنا وفقا لقيمنا ومصالحنا وبالتشاور مع الشركاء القدماء والجدد سيد داتن وأنا قبل واشنطن زرنا جاكارتا ودلي وسول وناقشنا العديد من نفس المسائل التي طرحت اليوم في جدول أعمالنا في اجتماعات اليوم. كررنا بأن حلفائنا وشركائنا هم أقوى أصولنا الاستراتيجية، نحن ملتزمون لأزيان وهيكليتها وسوف نستمر بالعمل مع الفريق أو المجموعة الرباعية كالعجلة الأساسية لدعم منطقة المحيطان الهندي والهادئ وفي الأسبوع القادم سنأخذ هذه القمة وستكون علامة بارزة لالتزام أممنا الأربعة. نرى التنافس حول تشكيل واسعة من المجالات الاقتصاد والدبلوماسية والتطور والصحة والتكنولوجيا والمناطق الرمادية تحالفنا تطور وأكثر بكثير من وضعية الأساسية على شكل تحالف عسكري أنه معاصر ومناسب جدا لمكافحة الضغوطات القسرية الاقتصادية وكذلك استجابة لكوفيد 19 على قدر ما هو مهم للتحديات الأمنية تقليديه مقارباتنا قائمه على قيمنا الاساسيه كديمقراطيات ليبراليه ونحن فخورون جدا منها ولكنها شموليه وهنالك مجال لكل امة لكي تنضم الى اطار العمل الاقليمي والذي يحترم السياده والانفتاحيه و حكم القانون والأعراف الدولية نحن ندعم هذه الرؤية عمليا من خلال ضمان أن الآخرين في المنطقة لديهم الثقة بأن هنالك خيارات متاحة أمامهم أه نحن أه 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 تقودنا شركات دولنا حيث ندعمهم في التعافي من كوفيد-19 عبر إمكانية الحصول على اللقاحات والبناء التحتيه الصحيه سؤالنا هو ماذا تحتاجون او ما انتم بحاجه اليه وليس كيف يمكن